بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق الشوط 11 ومخصصة للزمولة محليات من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية تلاصيلة. هناك ننطلق مع هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشيوخ، وهناك المقدمة مع البارع. هناك البارع من يتواجد على صدارة هذا الشوط، هناك شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يتواجد هناك على الصدارة ومع المقدمة مع المركز الأول. أنتقل مباشرة مع المركز الثاني في هذه اللحظات، والوصول هناك من نبراس من يتواجد على ثاني المراكز في هذه اللحظات، سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انطلق مباشرة هناك مع المركز الثالث في هذه اللحظات، مشغل هناك من يأتي ويتزع المركز الثالث، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، جمعة بن عتيق الرميثي هناك المحترف من يتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات. انتقل مباشرة مع المركز الرابع في هذه اللحظات، وصل سالك هناك، سالك بدأ يسلك من مركز انتل والمركز في هذه اللحظات، سمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف آل نهيان والصادق فضل أمين. بينما هناك أيضا التواجد من المركز الخامس في هذه اللحظات، وصول من شاهين، سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد. هناك أيضا سالك، هناك أيضا بدأ يتقدم سالك في هذه اللحظات، وبدأ يسلك من مركز انتل ومركز هنا، سمو الشيخ محمد بن ذياب بسيف آل نهيان الصادق فضل أمين. يلا يا الصادق هنا من يتحرك في هذه اللحظات، ولكن هناك شاهين، سمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم بن سهيل العامري المنحنى الأخير، المنحنى الخطير، دخلنا هنا في هذا المنحنى. يا سلام، المنصة هبانت هنا، والزمول في عرض الغاي، الزمول في عرض الغاي هنا على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. هنا نبراس على الصدارة، نبراس مع المقدمة مع المركز الأول بهذا الشعار، الشعار الذي دائما له صولات وجولات في سباقات الهجن العربية الأصيلة، الشعار الذي دائما يقدم الأصالة يقدم في هذا اليوم. نبراس هنا على الصدارة على المركز الأول، هنا سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع هناك بمبارك الصدارة المقدمة والمركز الأول، ولكن المحترف هنا من الجانب الأيمن مع مشغل هنا. الله الله، الأمور في خطر، اشتعلت هنا على الصدارة، اشتعلت الأمور مع المقدمة مع المركز الأول، ولكن هناك أيضا سلهود وهناك شاهين. الكيلو الأخير، دهرنا أجواء هذا الكيلو، ولكن الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، الناموس أين يتجه، الناموس أين يتجه في هذه اللحظات، في هذه اللحظات. يا سلام تبارك الله، ما إن شاء الله. هناك نبراس، ما زال نبراس، ما زال، ولكن مشغل واشغلهم يا مشغل، أشغلهم على ثالث المراكز. هنا شاهين، يا سلام، تحرك شاهين، انطلق شاهين، نبراس عاد هنا للمرة الثانية، وهناك مشغل 500 متر هنا، ولكن هناك أيضا سلهود في هذه اللحظات على المركز الرابع 300 متر الأخيرة. شاهين مع الصدارة مع المركز الأول. هناك أيضا من يتواجد، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم من يتواجد في عملية تضميره والتدريب والعناية المستمرة. نبراس هناك من يتواجد على ثاني المراكز في هذه اللحظات الأخيرة، ولكن خلاص شاهين هناك على الصدارة، شاهين مع المقدمة هناك. يا سلام تبارك الله، سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري المركز الثاني كان من نصيب نبراس، سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف هنهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي المركز الثالث. هناك مشغل من يتواجد على ثالث المراكز، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد هنهيان، جمعة بن عتيق الرميثي المركز الرابع كان من نصيب هناك أيضا سلهود، شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. بينما المركز الخامس وتحديات المركز الخامس، هناك سالك من يتواجد أيضا، سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل أمين. أعود مع التوقيت الزمني لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. هناك التحديات الجميلة والانطلاق أيضا من شاهين،
والتوقيت الزمني هناك ايضا هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم فيصل بن طالب بن شيب المري 13 دقيقه وهناك 52 جزء يتيمه من الثانيه بينما المركز الثاني كان نملاس سمو الشيخ سيف خليفه بن سيف النيان وسعيد بن مبارك الوهيبي 13 دقيقه 52 جزء او هناك 13 دقيقه 52 7 اجزاء من الثانيه بينما المركز الثالث لحظات الوصول من مشغل سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد هي جمع بن عتيق الرميثي عمليه تضمير ولحظات الوصول من ثالث المراكز في هذه اللحظات المركز الثالث هناك ايضا 13 دقيقه 53 3 اجزاء من الثانيه تهانينا وناموس جميع الفائزين.